صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2021 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطة التشريعية عن مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه يكون وزير شؤون يكون وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الوزير المسؤول امام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس المناقصات والمزايدات.